يعني بدرجة امتياز. انتظر انتظر هذه المنازلة، اتوقع منازلة قوية، بطولات الفنون القتالية المختلطة، بطولات العيد الوطني لنادي الرفاع الغربي. اللاعب اشرف وليد، اللاعب عبد الله، يلا يا اشرف، يلا يا عبد الله، يلا يا اشرف، يلا يا عبد الله، استعداد، عاد بد قوي، بد قوي، هجوم قوي من اللاعب عبد الله، هجوم قوي من اللاعب عبد الله، ونشوف اشرف قاعد يصد حق اللاعب النعم من هالهجوم القوي، هجوم قوي من اللاعب عبد الله فريق كوست. لكن ها اشرف، يا سلام يا سلام يا اشرف، قدر يتخلص ويعكس المعادله، تبادل لكمات قويه من اللاعبين، يا سلام يا سلام، حماس قوي، اندفاع قوي، يا سلام، نتوقع مباراه قويه جدا، مستوى اللاعبين الاثنين جدا قوي ورائع، بد قوي، يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا القوة البدنية، شوف المهارات، شوف اللياقة العالية، شوفوا قوة التحمل، يا سلام يا سلام، قدروا يخلون الجمهور فاعل، يا سلام، حمس الجمهور واحنا تحمسنا وياهم، يا سلام يا سلام، شوف لاعب ما يستسلم، بما انه كان هجوم قوي وناجح من اللاعب عبد الله، ولكن لاعب اشرف قدر يسيطر على هذا الاندفاع وهذا الكنترول، قدر يسيطر على جهات المباراة، يا سلام يا سلام، لاعبين مبتدئين بس متمكنين ما شاء الله، يقدرون شلون يجارون المباراة، يا سلام يا سلام، شوف الركود، التركيز الحين، رجعوا للتركيز، لاعب يا سلام يا سلام، شوف هدوء، شوف يا سلام، محاولة 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 من أشرف، يا سلام، سترايك قوي، محاولة إسقاط من اللاعب عبد الله للاعب أشرف، يا سلام على السلام على اللاعبين، مباراة قوية جدا، مباراة قوية جدا، يعني أنا من جهتي صراحة ما أتمنى ذي المباراة تنهي الشوط الأول، نبي نستمتع والجمهور مستمتع، محاولة من اللاعب عبد الله، تبادل الأكمات قوية من اللاعب عبد الله، اللاعب أشرف لازم تخلص من هذه، لازم تخلص من التكرار وتحرك قبل الوقوف. ها محاولة خنق من عبد الله، اللاعب قدر يتخلص شيء ما، الحين متمسك اللاعب عبد الله، الحين قاعد يحاول، اللاعب اشرف يحاول يتخلص، ها يا سلام، اشرف لاعب قوي ويقدر يتخلص من محاولات قوية ومحكمة، شوف اللاعب شلون ما في يأس، ما في ذي، لازم تستخدم التكنيك ويشغل الثواني، اللاعب يفكر شلون يتخلص، شوف شلون اللاعب قدر يتخلص لصالحه، محاولة ناجحة من عبد الله، قدر اللاعب اشرف، يا سلام، عشر ثواني هالمباراة الممتعة، يا سلام يا سلام يا سلام عليكم، سلام هدوء، خلاص يا سلام يا سلام، اتوقع الشوط الثاني اقوى واقوى، لان تشوفوا اول جوله اللاعب قاسم هو للحين ما اخذ على الجو المباراه، الحماس شويه، ساعه ارتباك، الخوف ياثر على لياقته، لكن تشوف اللاعبين الاثنين متمكنين وقاعدين يتخلصون من محاولات يعني شبه كيلو محكمه من قبل الاخر، كل واحد قاعد يتخلص من الاخر بمهاره او قوه، قوة المهارة، التكنيك، استخدام القوة البدنية، هالشيء له دور كبير، يعني اللعبة ذي ذاتها ان اللاعب لازم يتميز، اول شيء التكنيك الصحيح، التدريب الصحيح، شلون يستخدم مهاراته، اللياقة العالية، لياقة قوة التحمل العضلي، يعني شوف حتى عند اللياقة من حد نفس، وعندي المهارات، اذا ما عندي قوة التحمل العضلي راح اطلع بسرعة، اللاعب لازم يكون شبه كامل وعنده مهارات وضع الوقوف والجراوند، نفس ما قاعد نشوف في هذه المباراة بالضبط، وننتظر ننتظر ننتظر شوط قوي جدا، يعني أنا من أكثر المباريات الحماسية اللي شفتهم،
اكثر مباراه حماسيه من طول الشوط الاول، كان يعني في محاولات نفس ما شفنا في المباراه الاولى ايات الهند في المسيحيه، المباريات كلها مباريات قويه. اليوم يا سلام يا سلام، من اقوى البطولات اللي شفتهم يعني حتى الان، من اقوى البطولات من ناحيه المستوى اللي شفتهم. وشباب شباب جدد وطموحين، تطور تطور سريع. يا سلام، ونشكر نشكر نشكر الجميع اللي لهم دور، على راسهم طبعا سمو الشيخ خالد بن حمد الاب الروحي لهذه اللعبه. يا سلام، تبادل تبادل قوي من اللاعبين الاثنين، تبادل قوي، هجمات قويه من اللاعب عبد الله. ها اللاعب، ويا سلام، محاوله اسقاط، محاوله اسقاط من اللاعب عبد الله. عبد الله داش دش قويه، محاولات قويه من عبد الله، حماس يا سلام، حماس ومهارات، مهارات عاليه من اللاعبين، وضع الوقوف والجراوند. شوف يعني انت لازم يكون عندك مهارات مو في الوضع الهجومي، حتى في الدفاع. يعني لو واحد ما عنده مهارات في وضع الدفاع في الجراوند، ممكن انه خلاص ينهزم باي لحظه وبسرعه. بس شوف شلون اللاعب تمسك، يمنع اللاعب انه ما ياخذ راحته في طبعا اللكمات او استخدام مهاراته، لان هاي المباراه لصالحه. محاوله من اللاعبين تبادل اللكمات، شوف لازم تستخدم اي محاوله، هي شغله ثواني. اذا ما تخلص نفسك، ما تستغل، ما تدافع عن نفسك، ما تهاجم، راح تخسر. يا سلام يا سلام، هجوم قوي، هجوم قوي من عبد الله واللكمات. لكن اليوم شفنا شيء غريب، اللاعبين عندهم قوة تحمل. يعني هاي الأوضاع أوضاع شبه يعني أن واحد يقدر ينهي المباراة، لكن نشوف قوة تحمل سبحان الله، يعني متحمل. وهاي دل طبعا أن قوة التمارين، قوة تجهيز اللاعب، هذا شيء مهم. في السابق كنا نشوف التكنيك، محاولات محاولات مستمرة من لاعب عبد الله، محاولات مستمرة من لاعب عبد الله. يا سلام يا سلام يا عبد الله، طبعا لاعب علي محاولات مستمرة، محاولات مستمرة من لاعب عبد الله، محاولات مستمرة. إذا اللاعب ما قدر يتخلص من ذي أو ما يتحرك، الحكم راح ينهي المباراة. دائما اذا اللاعب الجراوند ما قاعد ياخذ اي اكشن اي ذي، فياخذ شنو، خلاص المباراه، الحكم يوقف المباراه لسلامه اللاعب. طبعا لسلامه اللاعب، وتشوف اللاعب الحكم يمنع اللاعب ان يستخدم الفنس. ليش؟ لان في الهواء لا يمكن انت تستعين بالفنس. الرجلين، دفع الرجلين، هذه حركات مستمره، حركات مستمره من اللاعب عبد الله، حركات مستمرة، محاولة مستمرة باللكمات متبادلة. ويا سلام عليك أشرف، تحملك لهذه اللكمات، هذا يدل على جاهزية اللاعب، هو تحمل كبير، هو تحمل قوي صراحة. محاولات مستمرة، محاولات مستمرة، ولكن في مقاومة من اللاعب أشرف. 10 ثواني لانهاء النزال، ويحاول اللاعب عبد الله انه ينهي النزال، ولكن اعتقد في وقت قصير. والله يا سلام صراحه، يعني راح مصير، لا يمكن لاحد ان يغفل عن هالمباراه. لكن شفنا لقطات كثيره كثيره، يعني تبادل اللكمات قوية وكثيرة من لاعب عبد الله على لاعب اشرف الشوط الثاني. يا سلام صراحة مباراة ممتعة، اتوقع الشوط الثالث يكون شوط قوي، لكن اللاعبين مرهقين. يعني لاعب عبد الله قوة كثر مهاجمته فقد كثير من لياقته، واللاعب اشرف فقد لياقته درجة كبيرة من الكمال اللي حصلها من لاعب عبد الله. ولكن صراحة يا سلام عليك، لاعب قدر يتحمل كل هالكمال. يا سلام يا سلام، شيء شباب، قوة،
ولكن شوف اللكمان انسحاب انسحاب من اللاعب اشرف وليد الفوز اللاعب عبد الله اللاعب اشوف ردة فعلي اللاعب عبد الله يا سلام يا سلام يا سلام يا عبد الله الشوط الثاني فعلا قدر يهاجم بقوة ومهارات عالية برافو عبد الله يا سلام عليكم يا سلام عليكم برافو لأشرف صراحة بطل بطل مهارات مهارات جدا عالية مبروك يا عبد الله مبروك يا عبد الله يا يوسف وهارد لك لأشرف صراحة بطل بطل الاثنين الاثنين أبطال أبطال متوقع لهم مستقبل شاور تشوفهم الأبطال الاثنين كانوا ممتعين صراحة مبروك يا عبد الله